أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى عدد استوديو جزائر في محوره الثاني والذي نخصصه للمحور الاقتصادي. إذن موضوعنا دائما في القمة العربية والملفات المطروحة على قادة الدول قبيل 48 ساعة من انطلاق أشغال القمة العربية. نعود إلى المجلس الاجتماعي والاقتصادي الذي التئم منذ 3 أيام، وتسلمت الرئاسة من تونس الجزائر التي تسلمت الرئاسة عن طريق وزير التجارة كمال الرزيق وزير التجارة وترقية الصادرات. تم رفع 24 بندا وتوصية إلى قادة الدول لمناقشتها في القمة. وقال وزير التجارة وترقية الصادرات كمال الرزيق أن الأمر كان بالتوافق، واستطاع القادة العرب الاتفاق على ما يجمعنا و تحاشي ما يفرقنا. إذن هذه التوصيات 24 كاملة فيها قرارات اقتصادية اجتماعية في جانبها الغذائي وجانب الأمني. وكلمة كذلك الوزير الأمين العام المساعد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية هيفاء أبو غزالة تحدثت كذلك عن التحديات التي تنتظر العرب فيما يخص الاتحاد الجمركي وخطة التنمية المستدامة، وكذلك القضية المتعلقة بالمنطقة ومنطقة التجارة الحرة. أبو الغيط كذلك تحدث عن الشق الاقتصادي في ذلك الاجتماع الاقتصادي والاجتماعي قبيل انعقاد القمة، وقال بأن الأمر فيه تحديات كبرى لأن العالم العربي ليس بمعزل عن ما يحدث في العالم، وهذه التوترات الدولية تؤثر على اقتصادات الدول. وذكر بأن التجارة البينية أو التعامل البيني بين الدول العربية لا يتعدى 10%، وهو رقم يستوقف كثير من المتابعين والاقتصاديين. مشاهدينا الكرام، سنناقش هذه الملفات الاقتصادية التي سترفع إلى القادة العرب يوم الفاتح من نوفمبر مع ضيفي عبر خدمة سكايب الدكتور إسحاق خرشي، وهو خبير اقتصادي. مساء الخير أستاذ خرشي. مساء النور أخ شريف، شكرا جزيلا على الدعوة. ونشكرك أنت كذلك على تلبية الدعوة. سيدي الكريم، كمهتم بالجانب الاقتصادي وأنت خبير تتابع وأستاذ الاقتصاد، تتابع مجمل هذه الملفات وهذه التدخلات، كيف تقيم هذه التوصيات مجملا التي رفعت إلى القادة أو التي سترفع إلى القادة العرب للنظر فيها في الفاتح من نوفمبر؟ أرى أنها توصيات بالغة الأهمية بالنظر إلى ما تفرضه الظروف الجيوستراتيجية في العالم، خاصة محور الأمن الغذائي الذي تكلم عليه وزير التجارة وشدد عليه الأمين العام لجامعة الدول العربية، لأنه فيه بعض الدول العربية التي تواجه حقيقة صعوبة كبيرة في مجال الأمن الغذائي. مثلا دولة الصومال فيها حوالي 50% من السكان يواجهون شبح المجاعة. الدراج يعني هنا فيها تقريبا 24 بند في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولكن في الشق الاقتصادي أهم بند هو الأمن الغذائي، لأنه الجزائر لما قامت بإدراج هذا المحور، أولا الجزائر رقم واحد في إفريقيا في الأمن الغذائي، هي تعرف جيدا خبايا هذا الموضوع. ثانيا أنه الأمن الغذائي الآن فيه صراع في العالم حول الغذاء، بعض الدول العربية تواجه صعوبة في الحصول على الغذاء، فحتى لا تتجه نحو الاستدانة الخارجية وحتى لا تكون تحت رحمة دول عظمى كبرى، يجب أن يحل هذا المشكل عربي يعني على المستوى العربي. فرغم تعدد القضايا الاقتصادية من الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي، الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد غير الرسمي، التعاون الفضائي، التنمية الزراعية العربية المستدامة وغيرها من المواضيع، إلى أنه على رأس البنود هو الأمن الغذائي الذي تكرر في كل اجتماع، من الاجتماعات التحضيرية إلى الاجتماعات على المستوى الوزاري ثم على المستوى أيضا اجتماع اليوم على مستوى وزراء الخارجية، كما أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية. أستاذ، يعني نتحدث عن شق الأمن الغذائي لما له من أهمية، وكما قلت كذلك فيه تدخلات لكل المتدخلين في اجتماع الاقتصادي والاجتماعي، أو أمس كذلك على مستوى وزراء الخارجية الأمن الغذائي هو رهان كبير. سيد الكريم، استوقفني في كلمة أبو الغيط أمين الجامعة العربية
تحدث على يعني تداعيات الأزمات الدولية على الاقتصاد الدولي، وأكد على المنطقة العربية. قال تصريح يعني مهم جدا استوقف الكثير، وهو أن هذه الأزمة الدولية أثرت على الأسعار. قال: ولكن تخوف الكبير هو مستقبلا ربما ليس الأسعار فقط، وإنما نقص الغذاء في الوطن العربي، وهذا أمر مهم وخطير جدا. إلى أي مدى هذا الكلام يؤخذ على محمل الجد؟ إلى مدى كبير جدا، قراءة صحيحة للأحداث الاقتصادية والتوقعات الاقتصادية المستقبلية. فعلا الآن مشكل أسعار، ولاحقا راح يكون فيه مشكل كميات، لأنه في الظروف غير العادية، معناتها في شبه حالة حرب، الأولوية تكون للجانب الأمني وليس للجانب الاقتصادي. تعرف أنه سلة الغذاء الآن في أوروبا اللي هي أوكرانيا وروسيا، الكل يتم تجنيده للحرب، الكل ترك المراعي والمزارع وغير ذلك. إنتاجية العالم من الحبوب ستنخفض في السنوات القليلة القادمة، ولا أقول فقط الحبوب وإنما المنتجات الاستراتيجية، الحليب، السكر، الزيت، اللحوم والزيوت النباتية. فهذه قراءة صحيحة للأحداث. لذلك يجب أن يكون هناك تكتل اقتصادي عربي حتى يحل مشكل الأمن الغذائي على مستوى العربي فقط، لأنه بعض الدول الهشة من الناحية الغذائية وهي دول عربية قد تكون مضطرة للذهاب للاستدانة من صندوق النقد الدولي. وما يؤكد على صحة قراءة الأمين العام لجميع الدول العربية على أنه صح راح يكون فيه مشكل الكميات، وأن صندوق النقد الدولي خصص نافذة تسمى صدمة الغذاء، بمعنى يعطيك قروض من أجل شراء الغذاء، ولكن راح يكون فيه فيما بعد إملاءات، راح يكون في يفرض عليك أنك ترفع الضريبة على المواطن حتى يتحصل على المداخل وتقوم بسداد الدين. فقمة العربية اليوم هي فرصة من أجل حل مشكل الأمن الغذائي العربي المشترك، حتى لا تكون الدول العربية عرضة لهذه الابتزازات ولا تحت أيضا رحمة صندوق النقد الدولي. أستاذ خرشي، لما يعني نشوف الخريطة تاع الوطن العربي نقسمها إلى 4 أقسام، عندنا شبه الجزيرة العربية، وعندنا شمال إفريقيا، وعندنا الهلال الخصيب، وعندنا غرب إفريقيا. يعني هذا التنوع الجغرافي لهذه المناطق كان أو قادر ويكون كفيل بتنوع المزروعات وكذلك المحاصيل الفلاحية إلى غير ذلك، وعلى رأسها القمح. ماذا ينقص لما عندنا هذه الثروة المناخية والطبيعية؟ ماذا ينقص العرب حتى يخرجون من هذه التبعية لاستيراد القمح والحبوب ويكون سلة الغذاء عربي عربي؟ الشيء اللي ينقص هو الإصلاحات الهيكلية العميقة واللي تتطلب صبر. أقصد بذلك أنه معظم، ليس كل، معظم الاقتصاديات العربية، الجزائر، ليبيا، السعودية، قطر، هي اقتصاديات نفطية وغازية، تنتج الكثير من النفط والغاز، فحتى ميزانيتها وإيراداتها في الموازنة العامة تكون على أساس سعر برميل النفط، وبالتالي ضعف القطاعات خارج قطاع المحروقات وقوة قطاع المحروقات يجعلها تعتمد على القطاعات. بالتالي باش نمروا لاكتفاء ذاتي وتحقيق أمن غذائي عربي لازم نركزوا على القطاع الغذائي والزراعي، وهذا ما راح يكون في سنة وسنتين، 10-15 سنة، ولازم تكون في استراتيجية طويلة المدى. لذلك الآن راه في حديث على التنمية الزراعية العربية المستدامة، بمعنى كيف يمكن أن كل الدول العربية تكون عندها سياسات اقتصادية زراعية متشابهة بنسبة 60-70%. فرغم توفر الإمكانيات المالية ورغم توفر المناخ الملائم، إلى أنه إيرادات اللي تأتي من قطاع النفط تخليك يعني نوعا ما تهمل نوعا ما قطاعات أخرى. أستاذ خرشي، عذر على المقاطعة، ولكن ليس نعم. في الدول 22 دولة عربية ليس كلها دول نفطية، يعني هناك دول نعم. ليست لها النفط، لماذا لا تعتمد على الزراعة والفلاحة؟
نعم بعض الدول ليس كلها، بعض الدول تعتمد بشكل كبير، ولكن احتياجات أيضا كبيرة. دولة مصر مثلا عندها احتياجات كبيرة سيارات القمح حقيقة. من ناحية الحبوب، نفس الشيء بالنسبة للجزائر أيضا عندنا احتياجات كبيرة، فالأمر يتطلب إصلاحات عميقة وتأخذ سنوات، وهذا هو المطلوب، أنك تستخدم إيرادات النفط والغاز من أجل أنك تنمي القطاعات الأخرى خارج قطاع المحروقات، خاصة فيما يخص الجانب الغذائي. أستاذ خرشي، لأنه كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات في تدخله غداة تسلم الجزائر يعني قادة الدول العربية في الشق الاقتصادي والاجتماعي، تحدث عن رقم مهم وهو أنه التجارة البينية بين الدول العربية 10%. ما هي العوامل التي جعلت هذا التبادل إلى هذا المستوى الضعيف؟ أولا الشيء اللي ذكرته وهو أن عدة دول هي اقتصاديات نفطية، الزبون الأول للجزائر هو إيطاليا وليس أي دولة عربية. نفس الشيء بالنسبة لقطر، دولة رائدة في إنتاج وتصدير الغاز. نفس الشيء بالنسبة للسعودية، العراق، هذه معظم الدول دول غازية ونفطية، فهي تصدر هذه المواد لدول أخرى غير نفطية في آسيا وفي أوروبا. غير ممكن أن السعودية تصدر للجزائر أو العكس، يعني في مجال النفط والغاز. بالتالي ما ننتجه من بقية القطاعات الأخرى ضعيف، لذلك الرقم هذا منخفض مقارنة بتكتلات أخرى ما بين مثلا دول الاتحاد الأوروبي بعضها البعض. فيه سبب آخر أيضا متعلق بانخفاض المبادلات التجارية، وهو عدم تفعيل منطقة التجارة العربية الحرة، بقت هيكل بدون روح. ولكن يعني في التوصيات أستاذ خرشي مرفوعة ضمن البنود 24 التأكيد على منطقة التجارة الحرة العربية وكذلك الاتحاد الجمركي، هل يعني هذه الآليات وهذه الاقتراحات يعني ترفع تبادل بيني؟ ترفع قليلا، ولكن المشكل أعمق، المشكل أعمق من مجرد الذهاب نحو الاتحاد الجمركي، مشكل عميق، لأنه الاقتصاديات العربية أقول وأؤكد على هذا أنها اقتصاديات نفطية بشكل كبير، نحن نستورد الكثير من يعني كعرب نستورد الكثير من المنتجات خارج قطاع المحروقات. الذهاب نحو اتحاد عربي جمركي مفيد في رفع في نسبة المبادلات التجارية، لأنه راح يكون فيه تخفيض تدريجي للتعريفة الجمركية على عدة سنوات. هذا ما يسمح بانتقال يعني السلع والبضائع من دول إلى أخرى، ونعم يرفع في نسبة المبادلات، ولكن باش نمر لنسبة أكبر لازم نتبادلوا فيما بيننا في مجال قطاعات خارج قطاع المحروقات، ولكن إنتاجية الدول العربية خارج قطاع المحروقات ضعيفة، وبالتالي ما الذي نتبادله؟ هذا هو المشكل الأساسي. ولكن أثمن المقترح الذي رفعه وزير التجارة، هو الاتجاه نحو اتحاد جمركي عربي، ويا ريت تكون البداية برفع الرسوم الجمركية عن السلع الغذائية والزراعية، لأنه في بعض الدول تحتاج الغذاء والمنتجات الفلاحية والغذائية من أجل سد احتياجاتها، خاصة الدول ذات الكثافة السكانية، وخاصة الدول التي تواجه المجاعة مثل فلسطين، الصومال واليمن. أستاذ خرشي، عطفا على تصريح أبو الغيط وكذلك تحليلك بخصوص مستقبل الغذاء العربي، هل ربما هذه التأطيرات إذا تواصلت، نتمنى أن يكون ذلك، تتواصل هذه التوترات الدولية وتأطيرها على المنطقة العربية، هل ربما التأطير والأطر الأكبر يكون على المنطقة العربية اللي تحتوي على موارد نفطية وغازية، أو أن الأمر يعني ينطبق على كل البلدان العربية سواء اللي عندها مداخل غازية نفطية أو التي تعتمد على قطاعات أخرى؟ الجميع سيتأثر، ولكن بنسبة متفاوتة. الدول العربية غير النفطية وغير الغازية والتي لا تمتلك اكتفاء ذاتي أو حتى 60-70% نسبة تغطية محلية من المنتجات الغذائية ستكون أكثر عرضة للخطر القنابل الاجتماعية الموقوتة، لأنه لو تكون فيه شبه حالة مجاعة هذا يهدد استقرار وأمن عدة دول عربية. لكن الدول العربية الأخرى اللي تعتمد على قطاع النفط، استمرار الأسباب الموجودة اللي ترفع في سعر البرميل مثل الحرب الأوكرانية الروسية وغير ذلك، هذه يعني ما تأخذه بيدها اليمنى ستنفقه بيدها اليسرى، لأنه
إنتاج الغذاء يتطلب طاقة، وبالتالي لما تكون أسعار الطاقة مرتفعة أسعار الغذاء أيضا ستكون مرتفعة، ولكن هذه الدول النفطية والغازية أقل عرضة لهذه الصدمات مقارنة بالدول العربية التي لا تنتج النفط ولا تنتج أيضا الغذاء. ثم أنه مع من تتعامل أنت كدولة عربية؟ إذا كنت تستورد الغذاء بشكل كبير من روسيا وأوكرانيا، هذا يعني سيضعك في قوة تفاوضية ضعيفة من ناحية توفير الغذاء. أما إذا كنت تتعامل مع عدة موردين مثل الجزائر اللي تتعامل حوالي مع 19 أو 20 مورد للحبوب بما في الأرجنتين، البرازيل، فرنسا إلى غير ذلك، فتنويع الشركاء مهم لأنه يسمح لك بجذب كميات أكبر من كل منطقة. هذا هو الأهم. أستاذ خرشي، بالنسبة للاستدانة الخارجية، الحمد لله الجزائر ربما البلد الوحيد العربي اللي ما عندوش ديون خارجية، هو في يعني في وضع مالي مريح اقتصاديا والحمد لله، ولكن بعض الدول العربية يعني تتخوف من هذه الاستدانة. تابعنا تقريبا منذ يومين تدخل وزير التجارة الصومالي، تحدث على أنه بلاده تعيش تحت طائلة المديونية، وقال أن طلب من القادة العرب ومن الجامعة العربية ربما محو الديون ليتقدر كما قال الوزير بثلاثة مليار دولار، يعني أمر مستعجل. هل ربما هذه المديونية تزيد في ثقل الاقتصادي على الأمة أو المنطقة العربية، وبالتالي يكون هناك يعني تعاون في القمة العربية باش يعاونوا هذا الناس، كما نتكلموا اليمن، نتكلموا على الصومال، على فلسطين إلى غير ذلك من الدول التي تحتاج هذه المساعدات؟ فعلا مضبوط 100%، هذا ما صرح به وزير الاقتصاد أو المالية الصومالي، طلب مسح الديون لأنه في شبه مجاعة تواجه دولة الصومال. هو طلب بمسح الديون بالنسبة للديون التي على الصومال من الدول العربية، ومقترح يعني فرصة، هذه فرصة توفرها الجزائر لدولة الصومال والدول المتضررة حتى تقدم مقترحاتها للدول العربية على مستوى هذه القمة للخروج بمقترحات. ترك الأمور كما هي دون تقديم مساعدة للصومال يؤثر على كل الدول العربية، لأنه إذا لم يتم تقديم هذه المساعدات للدول العربية المتضررة مثل الصومال على سبيل المثال، لن تبقى الصومال تتفرج، ستذهب مباشرة للاستدانة الخارجية للمنظمات المالية لصندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الدولي خصص نافذة تسمى بصدمة الغذاء، سيمنحها القرض ولكن ليس لجمال عيون الشعب الصومالي، وإنما ستكون فيه إملاءات. وأوضح هذا بشكل بسيط، ما معنى إملاءات حتى يفهم المواطن، ما يبقاش في نظرية المؤامرة وغير ذلك. لما الدولة تقترض من صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي يشوف أن هذه الدولة ما راحش تكون عندها قدرة باش ترجع لها القرض، فيبدأ يفرض على قادة هذه الدولة أنهم يفرضوا ضرائب على المواطنين حتى تحصل الدولة على إيرادات وتعاود. سبقت الإشارة إلى هذا الموضوع، لأنه ما زالت معنا فقط دقيقة سيدي الكريم. كل المؤشرات تبدو وتظهر أن الجزائر ستنجح إلى حد كبير في يعني إقامة هذه القمة العربية، وهذا إشادة من كل وزراء الخارجية وكذلك كبار المندوبين الدائمين في الذين حاضروا الجزائر. كل المؤشرات تؤكد على نجاح القمة العربية، ولكن الجزائر عندها شيء أكبر، وهو يعني السباق نحو الذهاب إلى تفعيل كل القرارات ومخرجات القمة العربية. سيدي الكريم، لأنه هذا الأمر شراء مع الفصائل الفلسطينية، كان فيه بند على أنه سنة كاملة تشرف عليها لجنة لمتابعة القرارات. ما هي أهم القرارات ربما اللي تراها مستعجلة وبعد القمة تسهر عليها الجزائر وكل الدول العربية على تنفيذها ميدانيا في الشق الاقتصادي؟ نعم. عربي، أنه أهم شيء هو الأمن الغذائي والحلول الفورية المستعجلة التي سيقررها إعلان الجزائر بخصوص مساعدة بعض الدول العربية المتضررة. هذا أهم شيء، لأنه فيه حلول أخرى على المدى القصير، ولكن على المدى الاستعجالي بعض الدول تنتظر بشغف القرارات التي ستصدر بها القمة العربية. ثم الشيء الثاني والذي ركز عليه وزير التجارة والأمين العام لجميع الدول العربية هو التوجه نحو بداية التفكيك الجمركي أو الرسوم الجمركية بين الدول العربية، خاصة بالنسبة
المنتجات الغذائيه. ارى بان هذين النقطتين هم اهم شيء في الجانب الاقتصادي. اما في الجانب السياسي فالقضيه الفلسطينيه هي امهات قضايا وهذه الاسرائيليه. هذه النقطه ناقشتها مع ضيفي في الجزء الاول بخصوص القضيه الفلسطينيه وكذلك النجاحات الاوليه التي بدتها الجزائر واكد عليها كل الحضور. شكرا لك الدكتور اسحاق خرشي الخبير الاقتصادي على كل هذه التحاليل، نلقاك خلال القمه العربيه وحضورك معنا للتحليل والمناقشه، شكرا جزيلا لك. كما نشكر كذلك مشاهدينا الكرام على حسن تتبعهم لحلقة استوديو الجزائر والمخصصة دائما للقمة العربية من فريق العمل أجمل التحايا، مني أطيب المنى، سهرة ممتعة.